هل حضرتك مع تجديد التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني الاهلي ولا مع تجديد التعاقد ولا مع التعاقد مع مدير فني اخر؟ لا حقيقة انا مع تجديد التعاقد بتاعه، لان بصراحة هو عمل انجازات في الفترة اللي عادها مع الاهلي، عمل انجازات حلوة، هو كان المفروض متصدر الدوري، بس حقيقة للاسف ان الدوري ما كملش بسبب امراض الكورونا والكلام ده، فيعني لا مع التجديد ليه طبعا، لان هو مدرب ناجح وعرف يأقلم اللعيبة ويعمل تيم كويس وفاز كل الماتشات، فبصراحة 100 100 يعني انا مع التجديد ليه. لا التعاقد مع مدرب اخر، يكون اهم حاجة يكون مصري مش حتى عربي، مصري، لان بجد احنا يعني المدرب المصري هو اكتر واحد عارف النادي وعارف طريقه اللعب وعارف وفاهم الدوري المصري وفاهم دوري ابطال افريقيا ويعرف يأدي. المدير الاجنبي بيجي لسه بيجرب ولسه بياخد على الفرقه وما بيبقاش درب يعني فرق في المحيط بتاعنا اصلا، يعني كل شغله في بره في اوروبا. فطب احنا استفدنا ايه؟ هو لسه عقبال ما بيجرب فينا بيعدي سنه ونتائجه ما بتبقاش كويسه وبيمشي. ريني فايلر كويس وبدا يبقى لعب هجومي وكويس، بس انا شايف اي حد مصري احق بكتير، يا ايهاب جلال يا حسام حسن. لا هو الراجل كان كويس وماشي كويس، فيعملوا اتصالات ويشوفوا هو ماشي ليه، او اذا كان مثلا في مصالح وراه بيخلصها ويرجع تاني. طبعا لو اتعقدت قوي يبقى في لا مفر من انه يعين جهاز فني، رايي انا الشخصي مصري، لان الاهلي فعلا في الفتره دي بالذات بيحتاج واحد مصري مدرب مصري. طبعا بما انه حسام البدري بيدرب منتخب مصر الاول، فيبقى محمد يوسف قبل كده قاد الفريق وجاب بيه بطوله افريقيا، وطبعا اشتغل مع جوزيه وعنده خبره كبيره، وطبعا فاز ببطولات كتير مع الاهلي وهو مدير فني، وهو مدرب وهو مدير فني، فبالتالي الفريق مش هيبقى غريب عليه، يقدر يحقق كل اللي هو عايزه. لا طبعا مع تجديد التعاقد معاه، راجل ناجح جدا مع الاهلي بصراحه، حقق مع الاهلي لولا حوار الكورونا ده والدوري وقف، بس قبليها كان حقق مع الاهلي ارقام قياسيه بصراحه، يعني مستواه بصراحه قرب على يحقق ارقام قياسيه حقق جوزيه، هو بس ينقصه بس تحقيق اللقب الافريقي اللي مستنيينه من 2013. هو طبعا انا مع ريني فايلر قلبا وقالبا، يعني الراجل لما جه ساب بصمه، والصراحه عمل حاله في مصر كلها، وان يعني ادانا شخصيه المدرب تبقى عامله ازاي. حته ان هو يجدد ولا ما يجددش ديت طبعا تبقى حاجه اداريه شويه جوه النادي الاهلي وفقا لمعطيات ماليه وفقا لمعطيات كتيره جدا، بس اللي انا اعرفه ان عقليه ريني فايلر مع استمرار الدوري، لو ما فيش استمراريه للدوري اعتقد ان ريني فايلر مش هيضرب تاني في النادي الاهلي. تاني حاجه الشروط بتاعته، وتواجد رمضان صبحي ده هو الشرط الاساسي هو كان حاطه، ليه حريه اختيار اللعيبه اللي تبقى، ليه حريه اختيار اللعيبه اللي تمشي، كل الحاجات دي لو موجوده اعتقد ان مفيش مشكله ما بين الاهلي وريني فايلر. انا برجح مدير فني اخر اعتقد، يعني لان المدربين المصريين بيبقوا فاهمين اللعيبه المصريين، الدماغ المصري مش اي حد بيفهمها، يعني بغض النظر بقى عن مانويل جوزيه والتاريخ اللي صنعه مع الاهلي، بس فعلا اللعيب المصري واللعيب العربي عامه مش بيفهموا، مش صعب انك تفهمه علشان تقدر تتعامل معاه، لازم يكون مصري زيه. اعتقد ان يعني حسام البدري كان كويس بس احنا استعجلنا عليه، واعتقد برضو ان في مصر مدربين زي حسام حسن كويس جدا جدا، يعني هيبقى كويس مع الاهلي لانه صنع تاريخ مع فريق زي المصري، فريق بسيط وكان يعني مش فيه احترافيين خالص، بس كان يعني معاه مستقبل كويس جدا. لا ان شاء الله فيرا يجدد، وده واضح من النتائج اللي فاتت بتاع الاهلي، نتائج حلوه فهو لازم يجدد اكيد، يعني يتعاقدوا مع مدرب اخر بس يكون مصري، لان الاجانب دايما بياخدوا مبالغ عاليه وعلى الفاضي ويطلعوا يخسروا كذا ماتش طب ياخد فلوس ليه ادام هنخسر وهنتبرمط، فملاش لازمه بياخدوا بالملايين، ولو جاب واحد عربي هيعمل شغل وهيقدر يكون بيتفاعل مع اللعيبه لانه عارف لغتهم وعارف ظروفهم وكده، فالفكره ان هو يتعاقد مع مدرب اجنبي دي مرفوضه اصلا، فيجيب واحد عربي احسن.